ببطون خالية وأواني فارغة استقبل الفلسطينيون في قطاع غزة وخاصة النازحون منهم أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية المتواصلة والتي دخلت شهرها السادس. برد عليك اللي هو بصوت الطيارة اللي فوقنا حاليا، تمام، هاي طول الليل شغالة، إزعاج شديد جدا، قصف مستمر، تمام. احنا ساكنين في مناطق دير البلح وما بين دير البلح وخان يونس، احزمه ناريه في بدايه اول يوم في رمضان. اضف الى ذلك يعني احنا صحينا الصبح لقينا حبينا ننزل يعني زي كل مره على السوق، نلاقي الاسعار غاليه جدا جدا، الامكانيات ضعيفه جدا جدا، المواد الغذائيه شحيحه، تمام، وعندك تمام اللي هي اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء غير متوفرة على الإطلاق، وإن توفرت فهي يعني مش بمقدور حدا إنه يشتريها. بالنسبة كمان لأول شيء أول أيام رمضان يعني ما فيش، ما قدرناش ندبر شيء لأننا نازحين طالعين من بيوتنا، والله يعلم يعني مش واحد معه مصاري أو مش معه، يعني مش قادرين الحمد لله، بعد والحمد الحمد لله مش قادرين ندبر شيء الحمد لله رب العالمين. هذا رمضان بالمرة علينا يا معشاء وحزن وفقر، وكل المعيشة غالية، يعني بتجيب مثلا علبة الحلوى اليوم طلبوها ب30 شيكل، من وين الواحد يجيب؟ ولا مرطبان الدبس 15 شيكل، لا فيه غاز ولا فيه عنا طحين، الحمد لله يعني قاعدين وهينا صابرين ومرابطين، ايش نسوي الواحد؟ ان شاء الله ربنا هيك يحلها من عنده. طبعاً استقبلنا رمضان كنا متفائلين نرجع على بيوتنا، بيوتنا اندمرت، ولكن كان عندنا امل ننصب الخيمة فوق البيت وانه احنا نعيش ونفطر ونتسحر مع بعض كعائله، لكن للاسف قرار عدم التواصل بأخر عودتنا بخر كل الاحلام. وطبعا الليله الماضيه طبعا كانت الاجواء كئيبه بين الناس في خيام النازحين، حتى الناس عايزه انها توفر لقمه السحور، يعني ايش السحور يا دوب حتى في اللحظه الحاليه السحور بكلف مبلغ يعني ما يقل عن 100 شيكل لعائلة واحدة لو كان عندها 5 أفراد. غابت ملامح الشهر الكريم في قطاع غزة، ولم تتزين الشوارع كعادتها، بل حل مكانها مشاهد القتل والدمار والتشريد، فيما يأمل النازحون بأن يكون شهر رمضان شهر التوصل لاتفاق ينهي معاناتهم ومأساتهم وينهي هذه الحرب المتواصلة. عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.